يلا يا اولاد يلا اصحوا بقى، هتاخروا على المدرسه. يلا يا سلطان يا حيوان اصحى. يو بقى سيبيني يا ماما انام 10 دقايق زياده. 10 دقايق في عينك؟ قوم يلا قوم البس هدومك عشان هتاخر على الاتوبيس. ما انا نايم بهدومي اصلا عشان اصحى على الباص على طول. يا معفن نايم بهدومك معقوله؟ طب سيبيني انام 5 دقايق عقبال ما بهجت يصحى. بهجت بيبي قوم يا نور عيني. قولي له انا كمان لابس وجاهز ولابس هدومي، انتوا تصحوني ليه دلوقتي؟ طيب يا اختي يا اختي على جمالك يا اختي. ايه فيروز وهي صغنونه، ايه حلاوه دي. يلا حبيبي انا عملت لكم سندوتشات خلاص، وعملت الزمزميه حطيت فيها ميه ساقعه. اوعوا إيه اي حد من زمايلكم يشرب من الزمزميه بتاعتكم، لحسن بعدين تاخدوا عدوى. وانت بالذات لا ما يشربش من زمزميتك، ده حامل ميكروبات. طب امشي يلا امشي. وريني وريني. اوريك ايه؟ وريني الضوافر دي. يا مصيبتي حوافر حمار دي ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ ديسجاستنج. قصهم قبل ما تروح المدرسه. حبيبي انا عارفه ان ايديك زي الفل، ايديك جميله مش محتاجه ابص لهم ابدا، دول احلى من صوابعي انا. يروح قلبي يلا يروح قلبي يلا. طب يلا غوري بقى غوري بقى. في عينك يا ادب. ايه اللي انت عامله في خلقتك ده؟ ايه ما هو الاطفال وشكلهم كده. لا ما بقاش شكلهم كده. يا سلام شكلهم ازاي؟ زيي زيك؟ اه انت كده طفل؟ اه سلطان تعرف انت شبه مين؟ مين؟ انت شبه الكابتن مصطفى يونس.